عقدت الرابطة القرآنية في بلد جنوب صلاح الدين ندوة عن الإمام الحسن عليه السلام، تناولت مآثيره في السلام ونشر رسالته في الأمم، ودعا الحضور إلى حفظ القرآن أولوية كونه الطريق لفهمه والالتزام بتعاليمه. المزيد في تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. ضمن نشاطات الرابطة القرآنية في قضاء بلد ومجسور التواصل التي تمدها الرابطة القرآنية مع العتبات المقدسة، أقامت الرابطة القرآنية ندوة ثقافية تناولت بها جوانب دينية مهمة بالتعاون مع المؤسسات القرآنية في بلد محافظة صلاح الدين. أقامت الرابطة القرآنية بالتعاون مع دار القرآن في العتبة الحسينية المقدسة ندوة قرآنية حول السيرة القرآنية للإمام الحسن المجتبى الصبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، بما أنه يمثل الرسول فهو الأسوة والقدوة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإمام الحسن سلام الله عليه كما قال عنه جده رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه هي الندوة العلمية الخاصة في علوم القرآن التي انبثقت من المشروع المقدم في لاتحاد الروابط والتجمعات القرآنية في العراق، حيث كان هذا المشروع طرح في الاجتماع الأخير الذي جرى في كربلاء في شهر آذار الماضي، وتمخض عنه التعاون مع العتبة الحسينية قسم دار القرآن الكريم بأن تكون هنالك ندوات في المحافظات لنشر علوم القرآن والخروج من الجنبة القرائية إلى الجنبة التفسيرية الخاصة بعلوم القرآن والعمل بها إن شاء الله تعالى. أئمة الجوامع والحسينيات يؤكدون عبر هذه الندوة القرآنية أهمية حفظ آيات القرآن، مؤكدين على التعاون البناء مع كافة المؤسسات القرآنية لحفظ القرآن الكريم. الرابطة القرآنية مشكورة على هذا التجمع القرآني الكبير، حيث دابت في كافة مشاريعها تعليم القرآن لكافة المراحل وإنشاء الدورات القرآنية والتواصل مع المؤسسات القرآنية الموجودة في بلد وفي خارج بلد. طبعا هنالك دورات قرآنية كثيرة تقوم بها الرابطة القرآنية في المساجد والجوامع لتعليم كافة شرائح المجتمع وإنتاج قراء حقيقيين وقراء متمكنين لقراءة القرآن. الندوة بعنوان سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام القرآنية، ألقى المحاضرة سماحة السيد الدكتور مرتضى جمال الدين، تناول فيها جوانب مهمة صراحة كانت خافية عن الأكثرية من الناس حول سيرة الإمام الحسن عليه السلام فيما يخص الجانب القرآني. والحمد لله الندوة شهدت حضور جميع من المؤمنين للاستماع لهذه المحاضرة المباركة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.